عزيزة على قلوبنا كلنا ونترياها فارغ الصبر، مو بس عشان نحن بنطلع في برنامج آخر الأسبوع عبر هذا عبر قناة سمو دبي، ولكن أيضا لأنها آخر جمعة بتفصلنا عن الشهر الكريم وأفضل صح. وأجمل أيام السنة اللي هي شهر رمضان المبارك. وبعد في شيء أنا أترياه، أن حامد اليوم بيشتغل شيء في المطبخ. تذكرون الحلقة الماضية كان في نقاش بيني وبينه على الهوى أنه بيدخل المطبخ ولا ما بيدخل المطبخ. طبعا أنا الحلقة الماضية أبدعت وسويت عصير حلو غاوي صح؟ وأنا هالحلقة إن شاء الله بعد ببدأ بسوي عصير، بس أنا بعدني على كلمتي ما بدخل المطبخ، أنا ما بسوي شيء حامد، بسويت عيل هذا كله شو ما ليش. أنا سويت فكرة مرتبة كذا إن شاء الله بعصير. أنت أهم شيء أنا أبو أذكر المشاهدين باللقطات اللي الكلام اللي كان بيني وبين حامد في الحلقة الأولى، شوفوها بنرجع. يا ترى شو هذا العصير اللي بتسوي لي اياه دياره؟ انت بتجربين علي اليوم هالعصير ولا اوريدي مجربت لنا من قبل؟ يعني جدا بسيطه، تقدر انت تسويها حتى في البيت صح؟ انا ما ادخل المطبخ ادريني. تسلم ايدك مره ثانيه، ابغاك انت تعلمني شيء في المطبخ ان شاء الله. حاضرين تمام ان شاء الله، لين حلقتنا الجايه ان شاء الله يصير خير. خدت من محبين الطبخ وتطبخ يعني، لان انا ريال ما ادخل المطبخ. تو حتى دياره يوم سويت العصير تقول لي الحلقه الجايه يعني ما تدخل مطبخ، بس تسمحي لي ما تدخل يعني يستوي هالكلام. ما يستوي، لازم في تعاون صح ولا لا؟ وانه شو رايك؟ والله انا يعني مع التعاون زي ما احكي لك، في تعاون بيني وبينه، لازم يكون في تعاون بينكم بالمطبخ ان شاء الله. يا اخي ما اعرف انا غير ما اعرف اطبخ. انت شو رايك بالطبخ؟ انت تطبخ؟ انت الحين قللت نسبه المعجبات 50%، ما في تعاون. طبعا هاي اللقطات كانت حوارات بيني وبين حامد، وانا كنت متأملة خير اليوم صراحه. الحين تفاجأتني، شو بتسوي عيل؟ ان شاء الله بسوي شو عصير، شو الفواكه كلها هاي اللي موجوده؟ نجمع كل هالفواكه وبسوي عصير مميز يمكن وايد من الشباب يعرفون عنه، يلا خاصه بشوف. اللي يمرون على جميره. شمس الدين، شمس الدين تعال حبيبي تعال. شمس الدين منو؟ شمس الدين من كافتيريا الاجازه يبلكم اياه. زين بخليه يسوي لكم عصير عوار قلب ان شاء الله. تعال تعال سوي يعني سوي اليوم عصير عوار القلب. نعم. طبعا شباب وايد يجي، تعال وقف هنا شمس الدين. السلام عليكم شمس الدين، في جميرة. كيف حالك؟ تمام. يعني حامد طبعا هو مثال للشاب المتعايز عندنا في دولة الامارات. الله يسامحك. عوار قلب بتسوي؟ عوار قلب حكم ان الشباب يعني مساكين تعرفين في الحر وكذا وقلوبهم تعورهم، فنبغى نعطيهم عصير يبرد عليهم. شمس الدين عصير عوار قلب زياده نفر يجي داخل كفتره اجازه صح؟ وايد وايد متروس هنا شباب وبنات. بنات بعد في يريد عوار قلب؟ اكيد. شمس الدين ما ادري ليش كلهم عوار قلب. منو اكثر، شباب ولا بنات اكثر عوار قلب؟ بنات وشباب اثنين. ابو ظبي ولا دبي اكثر؟ ابو ظبي، دبي، شارجه، كامل الكويت كامل يجي. زين شمس الدين شو كيف ترتيب عصير عوار قلب؟ سو كيف ترتيب ان شاء الله. اي شيء كله فريش فواكه طبيعي يعني خلطة ويا ستروبري، روزبري، مانجو، شوية حليب طازج، في حليب رح مع شوية ايس كريم فانيلا. سوي كذي سوي كذي باقي انا ما يروم كلام، بس انا سامع دبي عشان كذي كلام. ايوه زين راكب داخل خلاط، شوف كيف ترتيب ان شاء الله. انت طبعا جبت هذا جاهز؟ لا انت علم علم حامد ان شاء الله. قول له كيف. زين بعدين انا ياخذ انت شو اسمه هذا سيكرت. ايوه عشان نفر ما يعرف. زين زين شمس الدين باتشا مال انت وين؟ نعم باتشا بالبلاد. ما بلاد ماما بابا في بلاد. بابا شوف الحين ماما بابا تشا شوف داخل التلفزيون. اكيد انا بارحه في الليل كلهم شباب خبرتهم. اي نعم كلكم. زين شو انا مريم مره شوف مريم اباك الحين تحطين عليه وين انت بالهند صح؟ وخلي هو يقدم رساله. خلاص سوي سلام حق ان شاء الله. لا لا ما في سلام. انديا نفر نمستي. لا لا شمس الدين ابغى انت تسوي سلام حق اردو. بالاردو ان شاء الله. سوي سلام كاميرا الحين. اوكي يعني بالاردو كلام بالاردو سوي سلام تحيه. سو كوي ابي دكتا يا ابي سما دبي مي امرا شو سب کے لیے ہمارا دھنیواد اور ہم کوشش کرتا ہے ابھی تک پورا دبئی میں جمعرا میں علی اجازہ کفتیریا میں اب سب لوگ کو معلوم ہے ہم بولنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے پھر بھی خلاص اوکے شکرا زين انا الحين بحط عصير شمس الدين ركب عصير داخل قراص حق دياله عشان ما يقول انا ان شاء الله زلام يعني انا كنت متامله ان حامد بيسوي لنا شيء اليوم لكن زين عوار قلب شربتي عصير ترى هذا مطلوب على فكره وايد هال
طبعا مشاهدينا كافتيريا الجازة انا فضلت اني اجيبها بحكم انها متعارفه وايد بين الشباب، وبغينا نطلع سر الخلطه. انزين الحين هذا العصير، بس نشرب العصير. سؤال اخير حامد، تتوقع الدكاتره النفسيين يعطونا وصفه هذا العصير هذا يعطونا از وصفه؟ والله اذا واحد قلبه يعوره ويبغى يتعافى يعطي من العصير. طيب نحن طبعا شفنا هالعصير ومثل ما قالوا لنا الخلطه شوي سريه، بس اعطونا فكره شو نوع الفواكه اللي موجوده فيه، والسر الممتع فيه ايضا انه يحطون ايس كريم فيه. الحين بنشربه وايضا ضيوفنا اللي موجودين هنا يتريونا، لكن بنسير وياكم الحين بنشوف جوله نتريها صراحه بفارغ الصبر على اساس ان نعرضها عليكم. الجوله هاي مقسومه لنصين، النص الاول داخل والنص الثاني في الخارج، والنص الثاني اهم من الاول لانه عليه سؤال قيمته 3000 درهم. شوفوا ويانا هذه الجوله ونرجع من بعد.